سعدت كثيرا بالإصرار الجزائري على استضافة، رغم ذلك والإصرار الجزائري على استضافة للتحاور حول الاختلافات وللتحاور حول بناء المستقبل. لدي منذ سنين طويلة احترام خاص للدبلوماسية الجزائرية. يجب أن نأخذ في الاعتبار أن 65% من الشعوب العربية شباب أقل من 30 سنة في العمر. إذن علينا تمهيد المجال والسبيل لكي يبنوا مستقبلهم بشكل أفضل مما هو عليه. هذه هي المسؤولية الحالية، ليس إنجاز النتائج بالكامل، إنما فتح المجال لبناء جدي وموضوعي يأخذ في الاعتبار الرأي ورأي الآخر، طالما ظل ذلك كله في إطار الولاية الوطنية والهوية الوطنية. أعطي أهمية خاصة للحوار بين القادة، على أمل أن تكون القمة في الجزائر بداية إحياء الحوار العربي العربي من جديد، بداية إحياء التعاون العربي العربي من جديد، وهو تعاون يجب يكون يتسق بالالتزام بمبادئ عامة، بمعنى تعاون بقدر الإمكان دون أن يمس طرف عربي بالأمن القومي لأي طرف عربي آخر، وتعاون يأخذ في اعتباره تباين أولويات بين الحين والآخر، وإنما يأخذ في اعتباره ويبرز إنما بيننا أكثر بكثير جدا من قد يكون بيننا من اختلافات في الرؤى بين الحين والآخر. أثني مرة أخرى على عزيمة الجزائر في استضافة هذه القمة، لأنه علينا أن نجتمع أثناء أو لمواجهة الأزمات بشكل أكبر من الاجتماع عندما تكون هناك أمور مرضية والتوافقات فيما بيننا. ليس مطلوبا أن يكون المجتمع المدني دور فعال على مستوى الدور الحكومي. المجتمع المدني ليس مجتمع تنفيذي، وإنما هو فعاليته في طرح الأفكار، فعاليته في وضع تسليط أضواء على قضايا قد لا تكون آنية ضاغطة على الساحة لحظيا، وأهميته في أنه يستطيع التفكير إلى الأمام بشكل قد يختلف عن الوضع الحكومي الذي عليه التزامات الاستجابة لاحتياجات الآنية.